بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اليوم إن شاء الله راح نبدأ في الجزء الثاني من موضوع العقود، يعني هذا تقريبا المحاضرة الرابعة حسب الجدول الزمني في المساق. هنحكي فيها عن أنواع عقود التشييد. في عنا 4 أنواع لعقود التشييد، حنحكي عن تفاصيل كل نوع، مميزات وعيوب كل نوع من هذه الأنواع. نبدأ بالأول في عقد ثمن الوحدة. هذا أكثر عقد شائع عندنا ومستخدم، بسموه اليونت برايس كونتراكت. هذا العقد هو تقريبا معظم الشغل عندنا بيتم بناء عليه، بيعتمد على ثمن الوحدة من كل بند حسب تسعير المقاول مستند إلى تحليل الأسعار. وحكينا إنه في جدول كميات، في بنود، وكل بند من هذه البنود موجود فيها الكمية اللي مقدرة تقديرا. المقاول كل بند من هذه البنود بيعمل تحليل سعر له، قديش بكلفه مواد، قديش بكلفه مصنعية، قديش بده تكاليف غير مباشرة، قديش بده ربح فوقه، وبيضع رقم معين يمثل تكلفة أو السعر اللي هو بيقبله لهذا البند لكل وحدة من هذا البند. يعني كوب البطون مثلا بقدر إنه بحسب، بعمل تحليل سعر بقول إنه كوب البطون مثلا من نوع بي 250 لزوم الأعمدة بكلفني مثلا 200 دولار، أو بدي السعر تبعي 200 دولار. بنضرب 200 دولار مثلا في 150 كوب أعمدة مثلا، هي 30,000 دولار، ويتم الدفع كل فترة حسب الأعمال المنفذة وليس حسب الموجود في جدول الكميات، لأنه الكميات اللي فيه كميات استرشادية، ولكن السعر اللي فيه سعر ملزم. الآن إيش معنى الدفع كل فترة؟ كل شهر مثلا المقاول بيسلم حاجة اسمها مستخلص. المستخلص هو قائمة الأعمال اللي عملها المقاول خلال فترة زمنية محددة، تمام، بقدمها لا المالك، بتوضح الأعمال، كمية الأعمال اللي نفذها وتكلفة هذه الأعمال. يعني أنا عملت من ال 200 كوب مثلا، أو ال 150 كوب بطون تبعوني، عملت خلال هذا الشهر 30 كوب، السعر 200، 30 في 200 هي 6,000 دولار. خلال هذه الفترة عملت بنا مثلا 100 متر مربع، المتر المربع مثلا ب 20 دولار، 100 في 20 هي 2000. اشتغلت خلال هذه الفترة، وبكتب ايش اشتغلت خلال هذه الفترة مثلا كل شهر، هذا اسمه مستخلص. بيجي المالك او من يمثله، الاستشاري مثلا اللي بيشتغل معاه، بيتأكد انه فعلا كمية الاعمال اللي نفذت صح، والاعمال تنفذت صح، وبدفع على اساسها. في هذا النوع من العقود ممكن المخططات ما تكونش كاملة، ودقتها ما تكونش عالية، وجداول الكميات ممكن ما تكونش دقيقة كتير، لأنه التنفيذ بتم أو الحساب بتم حسب الإشي المنفذ على أرض الواقع. هذا النوع من العقود اللي هو عقد ثمن الوحدة، المالك بحق له يعمل تغيير، يزيد كمية، يستحدث بند جديد، يلغي بند. التكلفة النهائية بتكون غير محددة، فالكميات قابلة للتغيير. يعني احنا متفقين على 50، نفذنا 60، ما فيش فيها أي مشكلة. طيب، عيوب طريقة عقود التثمين. أهم عيب إنه المالك بيكونش متأكد من القيمة الفعلية الكلية. يعني ممكن يكون في البداية مقدر إنه المبلغ 100 يصل معاه ل 130. ليش؟ لأنه أثناء التنفيذ بحق له يغير. مدى دقة الحساب ممكن ما يكونش دقيق أثناء تقدير وإعداد الوثائق، تمام؟ مميزات هذه الطريقة، مميزاتها المرونة، إنه السماح لمالك المشروع بإحداث تغيير في البنود بالزيادة أو النقص. أيضا مشاركة المالك والمقاول في تحمل تبعات بعض المخاطر. يعني أثناء التنفيذ بصير بعض المخاطر، زيادة شوية في الأسعار، زيادة في الكميات، تأخير، الجهتين حسب العقد بتحملوا تبعات هذه المخاطر. النوع الثاني
من العقود اسمه عقد الثمن الكلي، عقد المقطوعية، زي ما بقولوا شيلة بيلة، هي هيك تاخد العمارة بمليون باخدها بمليون، لم سم كونتراكت، بيلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال نظير مبلغ إجمالي ثابت، فش فيه بند بند. المقاول بتحمل أي مخاطر بتعرض إلها المشروع أثناء التنفيذ، زادت الأسعار كتير، الآلات ما دخلتش، اضطر يستأجر بشي أعلى، هذا بتحمله كامل المقاول. طبعا عشان يكون هذا النوع من العقود، عشان يكون هذا النوع من العقود بيستلزم ل المالك انه ينهي المخططات والوثائق بدرجة عالية قبل التعاقد. ليش؟ لانه بده تكون الكميات وتحليل الاسعار اللي بده ينعمل عشان يقدر الرقم بيكون دقيق جدا. المالك بنعطاش مرونة في إحداث تغيير في عدد وحجم البنود. خلص مينفعش أنا متفق معك على مليون على 6 طوابق، تيجي تقولي بدي أعمل طابق سابع، إذا بدي أعمل طابق سابع بدي أتفق عليه زيادة. المقاول بيكون لديه حافز للتوفير، لأنه كل دولار بوفره في المبلغ بيدخل في جيبته. أنا اشتغلت إنه رقم مليون، كلفني 800 في 200 ألف إلي، كلفني 950، المبلغ صار 50 ألف، تمام؟ ربحي. متى ينصح باستخدام عقد الثمن الكلي؟ انتم بتستغربوا، غريب شوية هذا العقد. هذا لما تكون المخططات مكتملة بالكامل وفيها تفاصيل التفاصيل قبل بداية التنفيذ، ممكن استخدام هذا العقد، لأنه المقاول بكون حسب كمياته والمالك بكون عارف تقديرا قديش، درجة الدقة بتكون عالية، والمقاول بحط الرقم تبعه مش بند بند، بكون حاطه كمبلغ إجمالي. الآن المالك اللي ميزانيته محدودة معوش إلا مليون مثلا، بيفضلوا هذا النوع من العقود لأنه بيعطي مؤشر دقيق إلى حد كبير عن التكلفة الفعلية للمشروع. الآن هذا برضو بيستخدم في المشاريع اللي ممكن تكون مكررة، إذا لم تتم أي تعديلات في المشروع أثناء التنفيذ تكلفة المشروع بتكون تقريبا هي التكلفة الفعلية اللي بدفعها المالك. الآن مثلا في المدارس اللي الوزارة منفذة أكثر من مدرسة سابقا، بكون هذا النوع من المشاريع أو من العقود شائع الاستخدام، إنه المقاولين عندهم خبرة في هذا المشروع في هذه المشاريع، والمالك عنده خبرة وبديش يدخل في صراع قديش نفذت وقديش ما نفذتش، مدام الكل متفق عليه فيش مشكلة. عيوب عقود الثمن الكلي، طبعا زي ما قلنا لازم تكون الوثائق والمخططات جاهزة بالكامل. أي أخطاء في التصميم حتكون في مشكلة كبيرة خاصة للمالك. هذا النوع من المشاريع عشان أعمل مخططات صح ووثائق صح لازم تكون عندي مكتملة وبتاخد وقت، وبالتالي بتأخر تنفيذ المشاريع الهندسية في مثل هذا النوع من العقود. ليش؟ عشان تكون كل شيء جاهز وكل شيء مكتمل. عيوب هذا النوع من العقود انه المالك فيش عنده مرونة انه يعمل اي تعديل او تغيير في بنود المشروع. عيوب هذا النوع انه المقاول بتحمل معظم المخاطر اللي بتعرض لها المشروع اثناء التنفيذ، زادت اسعار، نقصت اسعار، ماليش دعوة، تمام؟ صار في مشكلة في بند معين ما كانش دارسه كويس بتروح عليه، تمام؟ اي تغييرات في العقد زيادة او نقص، طريقة المناقشة والحوار اشي على جنب كأنه عقد جديد بيتم الاتفاق عليها. النوع الثالث من العقود هو عقد التكلفة زائد نسبة، كوست بلس. بيتفق المالك مع المقاول على قيام المقاول بالعمل المطلوب مقابل أي مبلغ دفعه أو أي مصروفات دفعها، بيجيب فيها فواتير وإيصالات ومستندات بياخدها، زائد المالك بيدفع للمقاول ربحه مبلغ معين أو نسبة. يفضل استخدامه في الحالات التالية: المشروعات القابلة للتغيير المستمر أثناء التنفيذ، المالك حابب يبدأ بسرعة فيش عنده وقت، زي أعمال الصيانة. أعمال الصيانة صعوبتها إنه كمياتها بتكون مش محددة ومستعجلين عليها. الآن بكلف مقاول يشتغل إيش جاب مواد
واستخدمها، ايش دفع اجور لعمال، بدفع له اياهم وبدي له نسبة كاربح. احيانا المالك بكون عنده رغبة انه يدخل في عملية ادارة المشروع، يطلع على الحسابات وقديش اشتريت حصمة وقديش اشتريت اسمنت وبقديش اشتريت، والقصص هذه هناك عدة امور واسئلة يجب تحديدها والاتفاق عليها. هناك عدة امور يجب الاتفاق عليها. طبعا هناك عدة امور وتساؤلات يجب الاتفاق عليها والاجابة عنها قبل ما نبدأ. هل كل المصروفات بياخد عليها المقاول نفس النسبة؟ والله في بنود وبنود، هذه بدها الاتفاق عليها. يعني خلينا نضرب مثال للتوضيح. الآن المقاول ورد أسانسير مثلا ب$30,000 وأخذ تركيبه يومين ثلاثة، وهم متفقين على النسبة 10%، وفي المقابل نفذ المقاول أعمال قواعد بمبلغ مثلا $30,000 وأخذ عليهم $3,000، هل الجهد المبذول من المقاول كربح وإدارة للبندين متساوي؟ الآن قد يكون إذا تم الاتفاق هيك فيش مشكلة، المقاول بيحسب حسابه، لكن في بعض الأسئلة بدها إجابة. المميزات لهذا النوع من العقود زي ما قلنا سرعة البدء، بقدر أبدأ بسرعة. ليش؟ لأنه إيش بيجيب هو، أنا بدفع له إياهم وبدي له ربح، فممكن أبدأ من الصبح. إنه المالك بتابع وبشارك في الإدارة، في مرونة عالية في إحداث تغيير، انت جيب انت اعمل اللي انا بدي اياه وبديك حقه، مالكش دعوة، بيحكي المالك للمقاول. عيوبه فيش حافز عند المقاول انه يوفر، بالعكس كل ما دفع اكتر خاصة اذا كان نسبة بياخد عليهم اكتر. صعوبة تحديد التكلفة بتمد معانا، مش عارف قديش، لانه بعد الانتهاء من المشروع بقدر احدد قديش كلفني. عدم تحمل المقاول اي مخاطر، مسؤولية المالك هي المسؤولية الكبيرة. انا ما درستش صح، درست صح، انت بتجيب وبتنفذ، كانها هذه اقرب الى شغل الطبرجي اللي بيشتغل معانا في البيوت الخاصه. النوع الرابع من العقود عقد التكلفه المستهدفه. هذا العقد بتفق المالك والمقاول على قيام المقاول بتنفيذ الاعمال ومسؤوليه المالك عن المصروفات بالاضافه الى نسبه من المصروفات تدفع للمقاول نظير عمله، بيشبه الى حد كبير عقد التكلفة زائد نسبة اللي ذكرناه في النقطة رقم 3. الفرق بينهم انه في شرط اضافي في العقد انه المقاول بتحمل جزء من المصروفات اذا زادت عن رقم معين، يعني في البداية بقدروا قديش التكلفة الكلية للمشروع. اذا اشتغلت حسب المخطط له وزادت التكلفة عن حد معين، المقاول بتحمل جزء من هذه التكلفة، ربحه بقل. بتم في البداية تقدير التكلفة الكلية للمشروع بناء على حسابات، وتسمى التكلفة المستهدفة، هذا الرقم اللي أنا التارجت كوست تبعي. وبتم التعاقد بطريقة التكلفة زائد نسبة اللي ذكرناها، بشرط ألا تزيد التكلفة النهائية عن التكلفة المستهدفة. إذا زادت التكلفة المقاول بيشارك في تحمل جزء من هذه التكلفة. يعني متفقين على مليون، زادت التكلفة ومتفقين على مليون والمقاول باخد 10%، يعني المبلغ مليون والمقاول باخد 100,000، صار المبلغ الإجمالي مليون و100,000. إذا المشتريات والمصروفات صارت مليون و50، ال50 هذه الزيادة جزء منها يخصم من حصة المقاول، باخدش 100,000، ممكن ياخد مثلا 75,000. أحيانا بيضاف إلها بند آخر يتعلق بالزمن، إنه زمن تنفيذ المشروع مثلا 6 شهور، إذا الزمن قل بنسبة معينة المقاول بتزيد نسبته. تمام، هذا بدي حافز للمقاول انه يقلل التكلفة عشان ما يشاركش في الخسارة، ويقلل الزمن عشان ممكن ياخد حافز. طبعا بتم حد ادنى من مستحقات المقاول، مثلا الحد الادنى زي ما قلنا مثلا بالوضع الطبيعي 100,000، الحد الادنى مثلا 50,000، إذا نزل عن 50 خلص بياخد 50 تبعته الحد الأدنى. المميزات إنه المقاول بتحمل جزء من المخاطر سواء في الزمن أو في التكلفة. في حافز للمقاول إنه يوفر التكاليف، قديش بوفر ممكن ياخد يعني مبلغ إضافي كمكافأة. عقود أخرى، في أنواع من العقود أخرى زي عقود الإدارة
بتتم بين المالك كطرف أول ومكتب استشاري، مكتب متخصص في إدارة المشروع كطرف ثاني. المكتب طبعا بدير كل العمليات الخاصة، الدراسات، التصميم، التعاقد، الإشراف على التنفيذ، أو بدير مثلا مكتب معين هو اللي بيعمل لي التصاميم، ومكتب تاني هو اللي بيعمل عملية الإشراف والإشراف على التنفيذ والتعامل مع المقاولين. وبكون الاستشاري هذا هو ممثل المالك وهو نائب المالك. في نوع تاني من العقود هي عقود التضامن والائتلاف، ببساطة انه في بعض المشاريع الكبيرة بتتضمن انه المقاولين يتآلفوا مع بعض، يعملوا ائتلاف مع بعض كأنها شراكة مؤقتة لتنفيذ المشروع، وبعد تنفيذ هذا المشروع بتنفض هذه الشراكة وبرجع كل مقاول لشركته. يعني عبارة عن شراكة لتنفيذ مشروع معين فقط. وهذا بتصير مثلا في شارع صلاح الدين مثلا، حدثت في معظم مراحله، أنه تكلفة المشروع عالية جدا، أضخم مشروع انعمل لما يكون مشروع بكلف مثلا، مشروع طرق مكلف مثلا 25 مليون دولار تكلفته التقديرية أو 20 مليون دولار، وأكبر مشروع تنفذ في غزة خلال السنوات الماضية مثلا 5 مليون. فبيعتقد المالك أنه صعب مقاول لحاله يتحمل ويدير هذا العمل الكبير، فبطلب انه عمل ائتلافات بين الشركات. وبكون طبعا له نظام معين ما بدنا نخش في تفاصيله. اخر نوع من العقود هو عقود مقاولات الباطن. طبعا مقاول الباطن هو المقاول الفرعي اللي المقاول الرئيسي بيجيبه لتنفيذ جزء من الاعمال. يعني المقاول الرئيسي بياخذ هذه العمارة السكنية وبيجيب مقاول باطن لاعمال الطبار مثلا. العلاقة التعاقدية بتكون بين المالك والمقاول الرئيسي، وخلصنا. المالك ملوش علاقة في مقاول الباطن، مقاول الباطن علاقته التعاقدية بالمقاول اللي جابه، تمام؟ ويحق للمالك رفض أي مقاول من مقاولي الباطن. طبيعة العلاقة بين المقاول ومقاولي الباطن زي ما موجود في هذا الشكل عندنا: المالك جاب مقاول رئيسي، المقاول الرئيسي جاب 3 مقاولي باطن، واحد في عملية الحفر مثلا، خاصة لما يكون مشروع كبير عمل تسوية وحفر وكبشات وقصص زي هيك، وجاب مقاول لأعمال الخرسانة، وجاب مقاول مثلا لأعمال القصارة مثلا أو الكهروميكانيك. الآن ممكن مقاول الباطن يجيب مقاول تاني، يعني مثلا في عنده 6 عمارات أعمال بطون إلهم، المقاول الرئيسي كلفهم لمقاول باطن، ممكن مقاول باطن يجيب مقاول أصغر منه، يعني طبرجي خلينا نقول، يشرف على 3، أو مش يشرف عفوا، ينفذ 3 عمارات، وواحد تاني ينفذ 3 عمارات تانية. لكن المالك علاقته الأساسية بهذا، المقاولين الباطن علاقتهم الرئيسية بالمقاول اللي جابهم، فيش علاقة بين هذا وهذا، لا هدول الاثنين علاقتهم بهذا. الآن المقاول الرئيسي يعتبر مسؤول عن كل شيء داخل الموقع، المالك بيعرفش إلا المقاول الرئيسي. مقاولو الباطن مقاولين زي ما قلنا مستقلين مستأجرين، ملوش المالك علاقة فيهم. علاقة المالك بمقاول الباطن هذه مهمة جدا في الحقيقة. يدخل المقاول الباطن عقد اتفاق مع المقاول الرئيسي تبعه، وبالتالي يكون مقاول الباطن مستقل عن المالك. مسؤوليات مقاول الباطن تكون نحو المقاول الرئيسي. طبعا أثناء التنفيذ مقاول الباطن هو اللي بينفذ أي إشي بنفذه. مقاول الباطن يجب أن يعتمد من المالك، وبالتالي بتكون في علاقة غير رسمية بين المالك ومقاول الباطن. يعني الاستشاري بتعامل مع مقاول الباطن، بيستلم منه الأعمال عشان تمشي، لكن ماليا مقاول الباطن باخد فلوسه ومستحقاته من المقاول الرئيسي اللي جابه وليس من المالك. هيك بنكون خلصنا أول 4 محاضرات في الفصل، رجعنا الإشي اللي خدناه قبل من الانقطاع وذكرنا جزء جديد. إن شاء الله المادة التدريبية هذه أو المادة النظرية حتتوفر لكم على صفحة الموديل تبعت المساق، وحبعتها لكم على صفحة الواتس إن شاء الله، بحيث إنه نمشي، وبعد هيك إن شاء الله حنكمل في المحاضرات التالية. موفقين جميعا إن شاء الله، والله يعطيكم العافية.